احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن النص ده وقلنا ان الكاتب بتاعه او المؤلف او الشاعر اللي كتب النص ده اسمه علي الجارم. قلنا ان الشاعر ده شاعر مصري، ماشي، ولد في مدينة اسمها رشيد، مدينة رشيد عام 1881. الراجل ده تلقى تعليم وترقى فيه من منصب لمنصب لغاية لما بقى عميد لبعض الكليات في جامعة القاهرة، ماشي. بعد كده لا بعد كده سافر، أو قبل كده سافر في بعثة لإنجلترا عام 1900. قلنا إن هو راح في بعثة علمية إلى إنجلترا عام 1908. بعد المشوار العلمي ده كله توفي سنة 1939 1939 49 1949. طبعا هو سايب تاريخ زي الرافعي، سايب تراث أدبي، فسايب ديوان كبير، ماشي، من الشعر. دي إحدى القصائد من الديوان. الديوان عبارة عن كتاب كده الشاعر بيجمع فيه مجموعة القصائد اللي بيألفها طوال حياته وبيحطها في كتاب ويسميه اسم معين. ايوه بالظبط، ممكن تلاقي الشاعر ليه اكتر من ديوان. فدي قصيده من قصائد علي الجارم من ديوانه الشعري. القصيده دي بتتكلم، عنوان يعني عنوان القصيده نفسها يا محمد امه العرب، فانت تعرف من العنوان امه العرب يبقى هيكلمنا عن ايه، عن الامه العربيه. واحنا اتكلمنا الحصه اللي فاتت، احنا شرحنا يعني نص النص، ماشي، واتكلمنا ايه مناسبه النص وقالوا ليه. قلنا ان الشاعر ده هو وغيره جه فتره من الفترات كان في احتلال كامل للعالم العربي. قلنا ان الاحتلال ده لما بيجي بيلعب على حاجتين، ايه هم؟ واحد انه يمسح الثقافه، هو طبعا بيحتل العاصمه. واحد يمسح الثقافه، بيمسح ثقافه الامه اللي بيحتلها، ماشي. اتنين ان يعمل فتنه ما بين ايه، ما بين ابناء الشعب، ما بين اهلها، ما بين اهل الامه نفسها. احنا هنا الشعب المصري عارفين من زمان يتكون من عنصرين، ماشي، ايه هم عنصري الامه المصريه؟ مسلم ومسيحي. فدايما الاحتلال كان بيلعب على النقطه دي. وانتوا تعرفوا في ثوره 1919، انتوا درستوا حاجه زي كده اكيد، كان شعارها لو تفتكروا الهتافات يحيى الهلال مع الصليب. ليه؟ ان الاحتلال في الفتره دي كان بيلعب على النقطه دي، ان يعمل فتنه طائفيه ما بين المسلمين والمسيحيين. لكن دايما الشعب المصري بيفهم النقطه دي ويتخطاها والحمد لله. طيب النص بيبدا بيقول ايه؟ انا هقرا النص كله تاني. بني العروبة إن الله يجمعنا فلا يفرقنا في الأرض إنسان، لنا بها وطن حر نلوذ به إذا تناءت مسافات وأوطان. غدا الصليب هلالا في توحدنا وجمع القوم إنجيل وقرآن، ولم نبال فروكا شتتت أمما، عدنان غسان أو غسان عدنان، أواصر الدم والتاريخ تجمعنا وكلنا في رحاب الشرق إخوان. مجد على الدهر مذ كانت أوائله ودولة لبني الفصحى وسلطانه. هو في البداية بيبدأ الشاعر ينادي على الأمة، أبناء الأمة العربية، فبيقول بني العروبة. بني العروبة هو قصده يقول يا بني العروبة، فحذف الأداة هنا، أداة النداء، عشان هم قريبين منه. بني العروبة اللي هم أبناء الأمة العربية، إن الله يجمعنا، إن الله يجمعنا أي يوحدنا، وهو أسلوب مؤكد بإن، ماشي، فلا يفرقنا في الأرض إنسان، يعني الله الذي جمعنا ووحدنا، فلا نعطي فرصة لأي إنسان مهما كان أن إيه؟ أن يفرقنا. ومعنى يفرقنا أي يبعد بيننا أو يشتتنا. لنا بها وطن حر نلوذ به، أي نحن نعيش في هذا الوطن أو الوطن العربي الكبير، لنا فيه مكان نلجأ إليه ونحتمي به. نلوذ به يعني نلجأ إليه أو نحتمي به. إذا تناءت مسافات وأوطان، تناءت يعني بعدت، تناءت يعني بعد، أي مهما بعدت المسافات والأوطان فكلنا أمة واحدة. يعني إحنا نعرف إن في مصر، في ليبيا، في تونس، في سوريا، في العراق، كل دي دول عربية، في المغرب، كل دي دول عربية، وفي النهاية نحن أمة واحدة. غدا الصليب، هيتكلم بقى هنا عن عنصري الأمة، هيبدأ من هنا يتكلم عن عنصري الأمة. غدا الصليب هلالا في توحدنا وجمع القوم إنجيل وقرآن،
قلنا ان الصليب ده شعار المسيحيين، ماشي؟ والجمع ده صليب، لا صلبان، ماشي؟ غدا الصليب هلالا في توحدنا، والهلال شعار المسلمين، والجمع أهلة في توحدنا، وجمع القوم إنجيل وقرآن. هو الشعر بيقول إيه؟ إن عنصري الأمة امتزجوا مع بعض، حتى إن أنت ما تعرفش تفرق ما بينهم، إن إحنا بقينا في وحدة لدرجة إن أنت مش عارف تفرق ما بينهم. وفعلا اللي يشوف يعني الأفلام الوثائقية لثورة 1919 تلاقي إن رجال الدين المسيحيين كانوا بيدخلوا المساجد عشان خاطر يخطبوا ويقولوا للناس إن إحنا أمة واحدة. وبرضه العلماء من علماء المسلمين راحوا الكنائس خطبوا هناك عشان خاطر في الفترة دي كانت هتحصل فتنة. أنتوا تعرفوا يعني إيه فتنة؟ فتنة يعني كله يقتل في بعضه، وساعتها هتكون خراب على الكل. فهو الشاعر هنا بيقول: غدا الصليب هلالا في توحدنا، وجمع القوم إنجيل وقرآن. وعرفنا إن الإنجيل ده كتاب الذي نزل على سيدنا عيسى، وهي الكلمة، هذه الكلمة يعني معناها البشارة، معنى الكلمة البشارة. طيب القرآن، طيب والجمع أناجيل، وكلمة القرآن، عارفين القرآن اللي هو نزل، الكتاب الذي نزل على سيدنا محمد، ماشي؟ صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على سيدنا عيسى. طيب القرآن عرفناه هو الكتاب الذي نزل على سيدنا محمد، المتعبد به، المتعبد به يعني متعبد به يعني نقرأه في الصلاة، والذي يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. يبقى كده عرفنا الإنجيل هو الكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام، وهذه الكلمة معناها البشارة. أما القرآن فهو الكتاب الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد به، الذي يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس، ماشي؟ ولم نبالي فروقا شتتت أممه، يعني إحنا ما بنهتمش بالفروق اللي مزقت الأمم وبعدتها عن بعض. يعني أنت تلاقي أمة من الأمم بتختلف مع بعض على ايه، فيما بينها فروق، احنا ما اهتمناش. هو الشعر يؤكد على كده، نحن لم نبالي، اي الامه العربيه لم تهتم بهذه الفروق ولم تلتفت اليها، لاننا امه واحده. عدنان غسان او غسان عدنان، عدنان غسان او غسان عدنان. غسان وعدنان دول أجداد العرب، يعني عدنان جد من أجداد العرب، وإليه ينتسب الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد، ينتسب إليه المسلمون. أما غسان إليه ينتسب المسيحيون الغساسنة، اسمهم كده المسيحيون الغساسنة. فعدنان، لا هو ده جد، قلنا عدنان وغسان او غسان وعدنان. فعدنان جد من اجداد العرب، وغسان كذلك. عدنان ينتسب اليه المسلمون، وغسان ينتسب اليه المسيحيون. اذا كده دول اجداد العرب نفسهم، وينتسب اليه مسلم ومسيحي. فمن بدايه التاريخ كانت امه واحده وستظل. طيب اواصر الدم والتاريخ تجمعنا، وكلنا في رحاب الشرق اخوانه. أواصر يعني روابط، خدناها في الترم الأول، ومفردها آصرة. أواصر الدم اللي هو النسب، في أنساب ما بيننا وما بين بعض، والتاريخ تجمعنا، في نسب وتاريخ بيجمعنا كمسلمين ومسيحيين. وكلنا في رحاب الشرق إخوانه، يعني في رحاب الشرق، يعني في الوطن العربي كلنا نعيش تحت سماء واحدة، كلنا نعيش تحت سماء واحدة، وكلنا إخوة طالما أننا نعيش في وطن واحد، وندافع عنه في وقت الأزمات، يعني وقت الأزمات كلنا نتحد وندافع عن الوطن. مجد على الظهر مذ كانت أوائله، ودولة لبني الفصحى وسلطانه. يعني هو بيقول لك إن فكرة التوحد ده مش من النهاردة، مش من العصر الحديث، لا ده من أو الظهر اللي هو الزمن. مذ كانت أوائله يعني من أول الزمان، من اول الزمان، وفي اتحاد بين العرب، اي بين عنصري الامه العربيه. يعني ما اصلها منذ،
لكن في حاجه اسمها ضروره شعريه يا ياسمين، فبيحذف حروف معينه. قلت لكم قبل كده ان الشعر اصعب من النثر، لذلك الرافعي سابه والتجأ الى الشعر. ليه؟ ان الشعر تحديدا بيبقى عايز جهد من الشاعر، يفكر ازاي يكتب توازن في كل حرف. في كل حرف. ساب الشعر والتجأ الى النثر. اسف. ساب الشعر والتجأ الى النثر، ماشي؟ ليه؟ ان وجد ان النثر اسهل من الشعر. فالشعر يا ياسمين دايما بيحتاج من الشاعر انه يبذل مجهود ذهني كبير جدا، وبيهتم بكل حرف، كل حرف بيقوله لازم يهتم بيه، ماشي؟ عشان يبقى فيه توازن في الابيات. بالظبط. مجد على الدار مسكنت اوائله، ودوله لبني الفصحى وسلطانه. هو بيتكلم هنا ان فكره التاريخ اللي ما بيننا وما بين بعض مش في العصر الحديث وبس، لا، ده تمتد الالاف السنين من اول الدهر، اي من اول الزمان. ودوله لبني الفصحى وسلطان. دوله يعني الدوله لبني الفصحى. مين بني الفصحى؟ ايوه، اللي هم الناطقين بالفصحى العربيه. طيب، بني الفصحى وسلطان، سلطان اللي هو العظمه والمجد، وجمعها سلاطين. طيب، بكده تكون الشاعر وصل لنا فكره. الفكره اللي بيتكلم عنها ان الامه العربيه مهما اختلفت ومهما ابتعدت المسافات ومهما كان في ناس تنتمي الى دين الاسلام او ناس تنتمي الى دين المسيحيه، في النهايه امه واحده تتجمع في وقت الازمات وتدافع عن الوطن وتصد اي عدو يحاول ان يهاجم على ارض الوطن او ان يحتل الوطن او ان يسرق امواله ويسلب خيراته، ماشي؟ دي الفكره الاولى. الفكره الثانيه ان احنا كمصريين نعتز بذلك. ليه كمصريين؟ ان تحديدا الامه المصريه لا تحدث اي نهضه او اي انتصار للامه العربيه الا من مصر. وانا قلت لكم قبل كده على مر التاريخ لازم تركزوا شويه، لازم تعرفوا ان معظم الانتصارات اللي حصلت للامه العربيه كانت بتبدا منين؟ من مصر. ارجعوا كده، حتى احنا بندرس مثلا قصه عقبه بن نافع، الفتوحات بدات منين؟ عندما جاء عمرو بن العاص، ماشي؟ وكانت هي مركز القياده. بعد كده هتلاقوا في شخصيه اسمها صلاح الدين الايوبي، لا، راجع الى مصر. شخصيه صلاح الدين الايوبي، جميل، انتوا تعرفوا في الفتره دي، درستوا حاجه زي كده في السوشيال، صلاح الدين الايوبي. طيب، في فترة صلاح الدين الأيوبي كان في احتلال وغزو من التتار والصليبيين للعالم العربي والعالم الإسلامي كله، والعالم كله كان محتل. طيب، عشان يوحد الأمة كلها جاء إلى إيه؟ إلى مصر. وحد ما بين جيش مصر وجيش الشام، وبعد كده بدأ من هنا، خد الجيش وراح على أرض المقدس اللي هي فلسطين وحرر بيت المقدس. بعد كده تظهر شخصية اسمها بيبرس او قطز، اكيد سمعتوا عن الاسماء دي، برضو كان هنا في مصر. طيب، تعالوا في العصر الحديث، ده في حاجات كتير، يعني احنا كده يعني بناخد امثله بس. تعالوا في العصر الحديث، حصل ايه في العصر الحديث؟ في سنه 1967 حصل حاجه اسمها النكسه في العالم العربي. اسرائيل، النكسه، اسرائيل احتلت حوالي 5 دول، منهم طبعا مصر، كان سينا. قعدت من 67 لغايه 73 وما حصلش انتصار، وما حصلش ان الارض رجعت الا لما مصر اتحركت. جميل. مصر بدات تتحرك في سنه 1973 في الحرب العظيمه اللي احنا اتكلمنا عنها في اكتر من مره يعني. وبعد كده حصل ان مصر حررت سينا وبدات تفرض او تملي شروطها على دوله اسرائيل. فهو الشاعر هنا بيعتز بعروبته، ده رقم واحد. اتنين، بيعتز ان هو مصر. جميل. يبقى بني العروبة ده أسلوب نداء، أصله يا بني العروبة، حذف حرف النداء عشان هم قريبين منه. إن الله يجمعنا فلا يفرقنا في الأرض إنسانه، يعني الله سبحانه وتعالى يجمعنا فلا نعطي، بالضبط، فلا نعطي فرصة لأي إنسان أن يفرقنا. طيب، يجمعنا ويفرقنا بينهما، يوضح المعنى ويؤكده أو يقويه، لنا بها وطن حر نلوز به، ماشي؟ يعني نلجأ إليه، نلجأ إليه. فهنا تعبير جميل يدل على أهمية الوطن ومكانته من نفس الإيه؟ الشاعر.
أي نرجع أو نلجأ إلى الوطن في وقت الأزمات. جميل؟ إذا تناءت مسافات وأوطان. فطبعا عطف هنا، عطف ما بين مسافات وأوطان، يدل على اتساع الوطن الإيه؟ العربي. يعني العطف هنا يدل على اتساع الوطن العربي. غدا الصليب هلالا في توحدنا وجمع القوم إنجيل وقرآن. البيت كله ده بيت جميل، أو التعبير فيه تعبير جميل يؤكد على معنى الوحدة، وأن الأمة العربية كلها أمة واحدة. ولم نبالي فروقا شتتت أمما، عدنان غسان أو غسان عدنان. هو بيقول لك لم نبالي فروقا شتتت أمم، أي لم نهتم بهذه الفروق. يعني التعبير ده جميل يؤكد على عدم الالتفات إلى الفروق التي شتتت بين الأمم. ماشي؟ وهنا عطف ما بين غسان وعدنان، قال عدنان وغسان أو غسان وعدنان. العطف هنا يفيد الإيه؟ المساواة، يعني سوا ما بين الاثنين. ماشي؟ عدنان وغسان أو غسان وعدنان، أواصر الدم والتاريخ تجمعنا. ده تعبير يؤكد على إيه؟ أن الأمة العربية، أيوة، منذ القدم، منذ القدم، وكلنا في رحاب الشرق إخوانه. يعني الشرق اللي هو الوطن العربي، يعني مهما اختلفنا، مهما اختلفنا ومهما تباعدت المسافات، فكلنا إخوة، وكلنا نعيش تحت سماء واحدة، وكلنا يعني يجب علينا أن ندافع عن الوطن في وقت الإيه؟ الأزمات. مجد على الظهر مذ كانت أوائله، ودولة لبني الفصحى وسلطانه. أي هذا المجد ليس في العصر الحديث، أو ليس ابن اليوم، وليس ابن اليوم، هو منذ قدم التاريخ. ودولة لبني الفصحى وسلطان، دولة لبني الفصحى، بني الفصحى اللي هم أبناء الفصحى، أو أبناء الذين يتحدثون باللغة العربية. بيقول بني الفصحى، هي اللغة العربية لها أبناء؟ يبقى إيه؟ صور إليه، صور. بالأم، لا، صور اللغة العربية بالأم التي لها أبناء. جميل؟ طيب، بكده تكون النص دي فكرته، يعني النص خلص، دي فكرته. والسؤال بيجي فيه زيه زي اي نص، هيجيب لك مثلا بيتين او ثلاثه، يسالك في معنى كلمه، هات معنى كذا، مضاد كذا، مرادف، مفرد كذا، جمع كذا، زي ما بيجي في الامتحان. ماشي؟ سؤال تاني يسالك مثلا عن وسائل او مقومات الجمع، او مقومات النهضه العربيه، او مقومات التي تدفع الى الوحده العربيه، ايه هي؟ ماشي؟ ده بريك. لا لا لا،